بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في لقائنا السابق عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تبين عاقبة ومآل أولئك الذين استغنوا بأموالهم وجاههم وقوتهم وعلمهم وتطورهم عن الخالق جل شأنه، فكان التكذيب وكان البخل وكان الشقاء الذي يعيشه الإنسان فردا ومجتمعا وأمة حين يكذب ويتولى عن المنهج الذي نزل في الكتاب العظيم. ثم إذا بالآيات العظيمة كعادة القرآن، وخاصة في هذه السور المكية التي جاءت تبين موقع المسؤولية الفردية، موقع الإنسان عن مآلات أفعاله، تحمله لمآلات أفعاله وقراراته. قال إن علينا للهدى، ذاك الهدى الذي هو الهدى العام الذي تكلمت عنه سورة البلد في قوله جل شأنه وهديناه النجدين، الهدى الذي سهله للخلق جميعا، وكما ذكرنا ونذكر دوما، ما من إنسان يعيش في هذه الأرض إلا وقد تبينت له سبل وطرق الهداية من الضلال، مهما كان متواضعا في فكره وإمكانياته. هداية العامة، الآيات المبثوثة في الكون، كتاب الكون، الآيات التي تنزلت في هذا الكتاب العظيم، وفي أنفسهم أفلا يبصرون. كل شيء في الكون، كل شيء في النفس، هذا شكل من أشكال الهداية العامة. وذكرنا فيما ذكرنا من أقوال بعض العلماء المعاصرين أن هؤلاء حاولوا أن يجيبوا عن تلك الأسئلة الكبيرة، فهم أدركوا بأن هناك أسئلة كبيرة لا بد من الإجابة عليها، ولكن هناك إعراض عن المنهج الذي تسوق الفطرة لولا أن تدخل الإنسان بعنجهيته وتعصبه ليحول بينه وبين الوصول إلى الإيمان الحق. إن علينا للهدى، وهذا فيه إقامة للحجة على العباد. قال وإن لنا للآخرة والأولى، في آيات موجزة، عبارات بأدق الألفاظ وأوجز الألفاظ والبيانات، ولكنها حاملة لكل المعاني، المعنى الذي يجيب عن كل الأسئلة الكبيرة التي تحير الخلق. الحياة الغاية منها، هل الإنسان خلق هكذا بفوضى بلا منهج ولا خارطة طريق؟ قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، حتى لا يتوهم ذلك الإنسان الذي ملأت العنجهية رأسه أنه يستطيع أن يستغني عن الخالق جل شأنه. قال إن لنا اختصاصا الآخرة والأولى، هذه الدنيا التي يعيشها الإنسان ويتوهم نتيجة لما توصل إليه من تطور علمي وإبداعات ومكتشفات أو مال أو مشابة أو قوة أو سلطة أنها له وليست لله، ألا فليفهم الحقيقة أنها لله. ولكن كما ذكرنا ونذكر دوما، واحدة من أعظم القوانين التي تجري في الكون وفي الأنفس والمجتمعات سنة الإمهال. الله جل شأنه يمهل ولكنه لا يهمل، فالسنة ماضية، وهذا الإمهال جزء من الابتلاء والاختبار وإقامة الحجة على الخلق التي لا ينبغي أن تصدهم عن الحقيقة
قال فأنذرتكم نارا تلظى. مع بيان هذه الحقائق الأصيلة التي لا ينبغي لعاقل أن يصد عنها أو يعرض، قال فأنذرتكم بالإنذار، الإنذار المبني على هذا الوعيد بأسلوبه وبلاغته وجزالته وتأدية المعاني التي ينبغي أن تكون في عقل الإنسان. أنذرتكم نارا تلظى. والقرآن العظيم في حديثه عن النار تحدث كثيرا عن النار، وهناك أسماء متعددة للنار، جهنم، لظى، الحطمة، سقر، وسماها القرآن، قال كلا إنها لظى، وهنا جاء بالفعل قال تلظى، واللظى هو اللهب الخالص المتوقد من الغيظ، من شدة الغيظ. هذه الأسماء لجهنم والعياذ بالله، وما جاء من ذكر أحوالها، هذا شكل من أشكال الأساليب البيانية العظيمة التي تقدم المعنى والهدف والمقصود منها. ما هو المعنى؟ تقريب الصورة الغيبية. القرآن في حديثه عن الجنة والنار ونعيم الجنة والنار الحسي والمعنوي والنفسي يقرب أمرا غيبيا. ولدقة مفردات القرآن العظيم، القرآن يجعل من هذا الأمر الغيبي الذي لم يعاينه بشر، الإنسان لا يعاينه في هذه الحياة، عالم الشهادة، جعل من هذا الغيب كأنه واقعا ينظر إليه الإنسان ويراه بكل معاناته، بكل آلامه، بكل أصواته، حتى كأن النار تتكلم. ولذلك القرآن العظيم في آية أخرى يقول عنها تتغيض شهيق النار، يكلمنا عن شهيق النار، يحدثنا القرآن عن آيات تتعلق بأوصافها تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كل هذه الأوصاف لأحوالها لأجل أن يعطي الإنسان فكرة واضحة كاملة بكل إحداثياتها وصورها لهذا الأمر الغيبي، بصورة حسية، بما يعبر عن تلك الصورة الحسية. ولكن يبقى السؤال، لماذا؟ القرآن العظيم في استعماله لهذا الأسلوب أوضح عدة مقاصد ومعاني. واحدة من أعظم المقاصد أن الأعمال والسلوكات والقرارات التي يتخذها الإنسان لن تذهب هكذا سدى، وأن هناك مساءلة ومحاسبة ومعاقبة وجزاء على كل الأعمال والسلوكات، حتى يستوعب الإنسان ويفهم اللا عشوائية ولا فوضوية في هذه الحياة. يبقى السؤال مطروح، هل الإنسانية بحاجة إلى هذا؟ الإنسان فرداً ومجتمعاً وأمة أحوج ما يكون إلى استحضار هذه الحقيقة. تقول لي لماذا؟ بدون مساءلة، بدون ربط ما بين الأعمال والقرارات والجزاءات والمآلات، ستتحول الحياة كما هي اليوم صورة إلى الغابة. حتى قانون الغاب ربما فيه بعض الجوانب التي يمكن أن نعبر عنها ونقول إنها فيها شيء من الأخلاق والقيم، ربما في بعض الأحوال أرقى من ما توصل إليه البعض في الحياة المعاصرة في بعض الجوانب. هذا لأي سبب؟ أنت تريد أن تعرف ما هو أثر غياب ربط العمل بالجزاء؟ ما هو أثر إسقاط النار من الحسابات الإنسانية للأفراد وللشعوب؟ انظر للواقع، الواقع الذي امتلأ بالعشرات من الممارسات التي تنبئ بخطورة حقيقية لا إنسانية وحشية مطلقة.
نزاع، صراع، حروب، قتل، سفك للدماء. إذن عملية هذا الوصف الدقيق الذي يجعل من أمر غيبي كأنه حاضر تنظر إليه الأعين وتسمعه الآذان وتشعر به الأحاسيس والقلوب والعقول، هذا ما جاء هكذا. هذا لم يأتي فقط لأجل تهديد وإنذار، وإنما لأجل أن يكون لكل واحد منا رقيب من داخله، منذر من داخل نفسه. وها نحن اليوم نعاين ونرى الخلق حين تغيب عنهم المحاسبة والمساءلة والحوكمة كيف يتصرفون؟ ماذا يفعلون؟ عدد من المجتمعات المعاصرة اليوم تأتينا بأخبار بين فترة وأخرى، يقول لك لما تعطلت الكاميرات أو كاميرات المراقبة في بعض المتاجر نهب وسلب وسرقة وتكسير وتحطيم وفساد وإفساد. غياب المحاسبة والحوكمة إشكالية خطيرة جدا. وعظمة القرآن بخلاف جميع القوانين الوضعية والبشرية، أن القرآن ركز على إحياء جانب المساءلة من داخل الإنسان، المساءلة والحوكمة الذاتية، وهذه لا يمكن أن تكون إلا من خلال حكم الله جل شأنه. تدبر معي في هذه المعاني، إن حكم البشر مهما بلغ من الشدة والمراقبة والمساءلة فيه الكثير من الثغرات، والعالم بأسره اليوم يدرك العديد ويكشف العديد من هذه الثغرات. فالقرآن لما ينشئ في قلب كل إنسان جهاز محاسبة ومساءلة ذاتية، هذه عملية إصلاح حقيقي، إصلاح جذري. وإذا تولى الإنسان وأعرض عن هذا، إذن يتحمل نتائج هذا الإعراض. تدبر معي في هذا المعنى، قال فأنذرتكم نارا تلظى، بدقة المفردة، لا يصلها إلا الأشقى، مؤكدا الحقيقة الدائمة الثابتة الراسخة المستقرة. وتدبر معي في المفردة وما تحمله هذه المفردة من نقل للصورة والعذاب الحسي الصلي. تلظى ويصلاها وأشقى، هذه الثلاثية ثلاثية الجزاء التي تعبر عن أقسى معاني الشقاء الذي سيأتي لهذا الإنسان المكذب، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ونتيجة لكل ذلك ملأ الأرض فسادا، ظلما، عدوانا، وحشية، قسوة، فظائع ترتكب، فظائع ترتكب بين البشر. أنا لا أتكلم عن غير جنس البشر، وتطالعنا نشرات الأخبار بعشرات النماذج يوميا، حتى أنك تتساءل باليوم 100 مرة ويزيد، من يفعل هذه الأفاعيل؟ بشر؟ فيه شيء من الحس الإنساني؟ طيب السؤال يبقى مطروحا، هكذا تذهب بلا مساءلات؟ ترتكب جرائم ضد الإنسانية، كيف يكون وتكون عملية القمع لكل هذه الممارسات الوحشية؟ الزجر، الردع لهذه الأفعال والجرائم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. وعبر في أكثر من موضع عن الأشقى في القرآن، لما قلنا أن الشقاء والشقاوة في القرآن كمفهوم جاء محملا بالمعنى الحقيقي. الشقاء ليس بالضرورة أن يأتي مع قلة المال، الشقاء يأتي بشقاء سوء المصير، سوء المآل، التردي عن منهج الحق. وما يغني عنه ماله إذا تردى، المال لا يخلص الإنسان من الشقاء، المال والقوة المادية لا تخلص الإنسان من الشقاء، حقيقة يقدمها القرآن. لا يصلها إلا الأشقى، وعرف الأشقى تحديدا، كذب وتولى، تكذيب بالمنهج. وذلك التكذيب كما ذكرنا وأكدنا
لا يقوم على قلة في الوصول إلى البراهين والأدلة. لا، موانع ذاتية، استعلاء، استغناء، تكبر، طغيان، تعصب. تدبر معي في هذه محاورة ومحاولة للصد عن الباطل والإعراض والتولي بكل الأشكال والوسائل. ذكرنا نماذج من موجات الإلحاد المعاصر، هو على أساس أنه يحتكم إلى العلم وإلى قوانين العلم، ثم ما يلبث أن ينقض تلك القوانين حين يرى أن تلك القوانين التي تكون في الطبيعة ستقود إلى القول بوجود خالق وموجد ومدبر، فما يلبث أن يقول خلق الكون من لا شيء. كل ذلك لأجل أن يبرر الإلحاد الذي هو فيه لنفسه على الأقل. تدبر معي في هذه المعاني، كذب وتولى، هذه الثنائية المزدوجة التي ينجم عنها عشرات مئات المظاهر من الشقاء الإنساني. تكذيب بالمنهج، هل هذا التكذيب قائم على أسس علمية؟ أبداً. إذن إن لم يقم على أسس علمية فهو يقوم على أي شيء؟ الدوافع النفسية، الدوافع الذاتية، انتبه لهذا. بعض الناس اليوم وبعض الشباب يعتقد بأن الإلحاد هذا صرعة من صرعات الموضة، موديل، تقدم، تطور، منتهى التخلف. لأنك أنت حين ترى في كل شيء، في كل شيء، في الكون، في الطبيعة، في الإنسان، يسوقك إلى الإيمان باتجاه واحد، ورغم كل ذلك تتنكص لكل هذه الأدلة والبراهين وتولي عنها وتعرض. فهل هذا هو العلم؟ هل هذا تقدم؟ أم أنه عنجهية وتجاهل وجهل مطبق؟ وتدبر معي في دقة المفردة، تولى. ونحن نعلم جيدا أن الإنسان حين يعرض يولي رأسه، حسي ومعنوي، لتأكيد المعنى والمفهوم، كذب وتولى. هذه الصورة بدأ بها بعد الأشقى، وفي البداية قال جل شأنه فأما من أعطى في قوله إن سعيكم لشتى، وأوضح الصورة. ولكن في الحديث عن لا يصلى إلى الأشقى طبيعي أن يأتي بالنموذج الأشقى بعد فأنذرتكم نارا تلظى، لأن أعظم وأهم من ينبغي أن ينذر بهذه النار ويوجه له أسلوب الإنذار هو الأشقى الذي كذب وتولى. وتدبروا معي، بعض الدعاة يخاطب الناس المؤمنين المصدقين العابدين القائمين الصائمين بأسلوب، كل الأسلوب إنذار وترهيب. انتبه إلى القرآن كيف يعلمك أسلوب الدعوة. أنت لمن تخاطب بالإنذار والترهيب عليك أن تفهم طبيعة السياق الذي يقتضي ذلك. فلما قال فأنذرتكم نارا تلظى، جاء القرآن بأي شيء؟ بالأشقى الذي كذب وتولى، لأن هذا هو الذي يستحق الإنذار أولا. هو لماذا يستحق الإنذار؟ لما هو فيه من التكذيب والتولي؟ أنت لما تكون مدرس وتريد أن تحفز الطلبة، ولكن في نفس الوقت عندك مجموعة أو أناس من هؤلاء الطلبة أهملوا في التحصيل الدراسي، خطاب الإنذار يوجه لمن؟ لمن أهمل ولا لمن هو مجتهد؟ تدبر معي في هذه المعاني. صحيح السياق للجميع بصورته العامة، لأن لابد كذلك الإنسان الفاهم الواعي أن يدرك مخاطر ومآلات عدم تجنب هذه القضية، ولكن في نفس الوقت الخطاب بالدرجة الأولى للإنسان الذي أهمل، كذب وتولى. في المقابل، الصورة المقابلة تماما كعادة القرآن وأسلوبه في بيان المعنى من خلال الصور المتقابلة، قال سيجنبها الأتقى،
سيجنبها الأتقى. وتدبر في دقة المفردة، يجنب، هو ما تجنبها بذاته في سياق السورة، في سياق الآيات، لأنه قال جل شأنه إن علينا للهدى، قال سيجنبها. لماذا سيجنبها الأشقى الأتقى؟ لأنك أنت لا تتجنب ولن تدخل تتجاوز وتزحزح عن النار إلا برحمة الله جل شأنه. كلنا حتى يشعر الإنسان بالتواضع، بالخضوع لله سبحانه وتعالى، حتى لا يدخل العجب والغرور في نفسه. أنت لا تتجنب بذاتك، أنت تجنب، بني لفاعل معلوم جل شأنه، الله الذي يجنبك، الذي يسر لك اليسرى. تدبر معي في المعاني، تدبر معي في الفعل والمآلات. الذي يسر لك اليسرى، أنت لا تطيع ولا تقبل على صلاة ليل ولا على طاعة ولا على صلاة في أوقاتها ولا على زكاة ولا على صدقات ولا على أبواب الخير إلا بفضل الله ورحمته، حتى ترى فضل الله في الطاعة، فلا يأخذك العجب والغرور ويدخل إلى نفسك الرياء فيحبط العمل وتقول أنا واعي وفاهم، أنا محب للخير. لا، ربي جل شأنه يسر لك ذلك، فالذي يسر لك اليسرى فسنيسره لليسرى، هو الذي سيجنبها الأتقى، سيجنب الأتقى. والأتقى بكل ما تحمل، ليس تقي وإنما أتقى، تفضيل. من هو ذاك الأتقى؟ حتى لا تبقى قضية التقوى قضية محبوسة في النظرية كما يظن البعض. بعض لمن يقرأ في الحديث التقوى ها هنا يظن أن التقوى تعني أنها شيء نظري بين الإنسان وبين خالقه ولا أثر لها في واقع الحياة. كلام غير دقيق. صحيح، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولكن التقوى لها آثار، لها مؤشرات، لها دلائل في واقع الحياة الإنسانية. يؤتي ماله يتزكى. تدبر معي في المعاني. وجاء بالإيتاء الذي هو أيسر على النفس من المجيء، يؤتي ماله بكل ما تحمل صورة الإيتاء ومعاني الإيتاء، من حث وسير ورغبة في العطاء وتقديم. يؤتي ماله يتزكى. تدبر في كلمة يتزكى، قلنا واحدة من أعظم القيم التي جاءت في هذه السور المباركة، التزكية، تزكية النفس بالتخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل. واحدة من أعظم وسائل وأدوات تزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها التنمية بالخير، العطاء، الإنفاق، البذل، الإحسان، قل أو كثر. تدبر معي في هذه المعاني. يؤتي ماله يتزكى، وجاء بصيغة الفعل المضارع، دلالة على الاستمرارية، يعني دائم العطاء والإيتاء، دائم التزكية لنفسه، دائم المراقبة والمراجعة والتصحيح لنفسه وتزكيتها. عملية التزكية ليست عملية موسمية في رمضان، ليست عملية مؤقتة، ليست مرحلة وتنتهي ويتجاوزها الإنسان. طالما أنك في هذه الحياة لابد أن تستمر بالتزكية، ولا تنتهي التزكية مطلقا مع آخر أنفاس الحياة. يبقى الإنسان يزكي نفسه ويجاهد ويأخذ ويراجع ويعدل ويصحح، حث على عملية التزكية. هل قيمة التزكية مهمة في حياة الإنسان؟ بكل تأكيد، فردا ومجتمعا. أنت مهما وضعت من قوانين وشرائع وحدود، إذا لم يكن هناك عملية تزكية ذاتية ومراجعة وتنقية وتصفية ذاتية وداخلية، لن تكتمل العملية، لن نصل إلى مرحلة الفضائل، لن نصل إلى مرحلة المثل والمبادئ والقيم والأخلاق مهما وضعنا.
من حواجز وقوانين تساعد هذه القوانين، نحن بحاجة إليها، ولكن دائما وأبدا سيكون هناك مجالات للتجاوزات. ما الذي يكبح الجماح لهذا التجاوز؟ تزكيت النفس، يتزكى. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صحيح أوردت أسباب النزول أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يشتري العبيد والضعفاء والمساكين ويعتق الرقاب بماله، فقال صناديد قريش كعادة كثير من هؤلاء الانتقاص من الآخر، محاولة تسفيه ما يعمل أو تقليل ما يعمل ويقوم به. قالوا له مصالح، عند مصلحة. بعض الناس اليوم من المسلمين لا يسلم المسلمون من لسانه مطلقا، فإذا ما رأى إنسانا يفعل الخير ويحض على عمل الخير يبدأ يفعل، يبحث، يحاول كل الجهد لأجل أن يبحث في ذلك العمل وذاك الفعل عن منقصة. أنت ما أدراك هذا لماذا ينفق؟ يشكك في الآخرين عوضا عن أن يكون هو كذلك من يقتدي بهذه النماذج، يطعن، يشكك، يتهم، يفسد. من قال لك أن هذا يفعل كذا لوجه الله؟ ينصب من نفسه حاكما على خواطر الناس وسرائر الآخرين ومراقبة الآخرين ومحاسبة الآخرين. هذا يعطي لأجل مصلحة، يسمع فلان تصدق بكذا يقول لا 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 لا، يعطي لأجل أن يقال عنه كريم، في مصالح، كل شيء مصالح. يفسدون على الآخرين، يشوهون الرموز والقدوات في المجتمعات المختلفة. يرى إنسانا مخلصا في عمله مباشرة يطعن في هذا الإخلاص، عند مصلحة، عند تشوف، عند تطلع، يريد مناصب، يريد كذا. انتبه لنفسك، هذه عملية مضادة تماما للتزكية. قال عنها القرآن تجزية، دساها في فارق شاسع بين التزكية والضد لها التجزية. التجزية إخفاء وتحطيم للنفس بالمعاصي والرذائل وسوء النية وسوء الظن واتهام الآخرين، بينما التزكية تنمية، تنقية، رقي، زيادة. فارق شاسع بين الأمرين، فارق شاسع بين من يزكي نفسه وبين من يدسيها. تدبر معي في هذا المعنى. قال: وما نفعا. لماذا نفع؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنك حين تعطي وتؤتي مالك، واحدة من أعظم درجات التزكية وأساليب وأسباب التزكية لهذا العمل، أنك لا تفكر في الجزاء والمقابل. نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنت تعطي ليس لأجل أن الذي أمامك يستحق، لأن بعض المسلمين اليوم فلان يستحق وفلان لا يستحق، فلان يستحق أن تحسن إليه وفلان ما يستحق أن تحسن إليه، لأنه إنسان سيء، لأنه كذا، لأنه يجلس يفصل. صحيح مطلوب منك أن تكون حكيما في مواضع العطاء، صحيح عندما تعطي الزكاة لابد أن تتحرى أن تعطيها لمستحقيها، ولكن الاستحقاق من خلال المصارف المشار إليها وليس من خلال التفتيش عن البواطن والسرائر ومحاكمة النيات والخواطر. هاي إشكالية خطيرة، أن بعض الأشخاص يوكلون لأنفسهم الحكم والفصل والقضاء في سرائر الناس ونياتها، وهذه من أخطر الأمراض التي تكون بها تجزية النفوس.
لا تزكية النفس، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الإيتاء والعطاء ليس لأجل مقابل ولا جزاء لعمل ولا تطلعا وتشوفا لجزاء مستقبلي، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وتدبر معي في دقة المفردة، قال الأعلى، لأن السياق سياق ارتقاء علو بالنفس بتزكيتها. نفس ترقى، نفس تعالى عن سفاسف الأمور وصغائر الأشياء. كيف بالترقي؟ تدبر في الترابط بين التزكية وابتغاء وجه ربه الأعلى. لا شيء يجعل الإنسان يتزكى ويترقى في سلم التزكية كابتغاء وجه ربه الأعلى. الإخلاص، الصدق، أنك حين تعمل العمل صغيرا أو كبيرا، تعطي المال قليلا أو كثيرا أو غير المال، تبذل الجهد بسيطا أو عظيما، المحور الأساس في العمل ابتغاء وجه ربك الأعلى. الإخلاص، الصدق، تدبر معي في هذه المعاني. ولا شيء يرقي العمل ويجعل العمل مثمر في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، ويجعل العمل يثمر تزكية في النفس كابتغاء وجه ربه الأعلى. النية، تدبر معي في الربط بينها وبين قوله جل شأنه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذه قضية محورية في مسألة التزكية ومحاسبة النفس. أنت حين تفعل ما تفعل، تفعل لماذا؟ تفعل لأجل أي شيء؟ تفعل ابتغاء أي شيء؟ ما هي بغيتك؟ ما هو مبتغاك؟ تدبر في القرآن كيف يترقى بالنفوس والعقول والأفهام. المقصد، ولذلك نحن قلنا ونقول أن واحدة من الكوارث التي جاءت على البشرية والحضارة المعاصرة اليوم أن العلم والتطور في العلوم المختلفة ما جاء بغية مقاصد إنسانية نبيلة. تدبر معي في هذه المعاني، فماذا سيكون؟ ممكن يكون وباء على البشرية، وبال على البشرية. دقة المفردة، صحيح مفردات معدودة موجزة، ولكن أعظم المعاني معاني ثرية. ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا هو الأساس والمقياس. ولا شيء يرتقي بالنفوس أفرادا ومجتمعات كهذه الكلمة الفصل، ابتغاء وجه ربه الأعلى. نحن نقول دوما ونذكر، مؤسسات، البعض منها في عمل خيري، البعض منها في أعمال إنسانية، البعض منها في اجتماعية، في أسرية، ما الذي يجعل هذه المؤسسات تنجح نجاحا حقيقيا؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى. على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي. ولذلك الإنسان، كل إنسان أحوج ما يكون إلى المراقبة والمراجعة وتزكية النفس، لأن عملية التزكية أعظم وسيلة ومفتاح لها المحاسبة والمراقبة، محاسبة النفس. تحاسب على أي شيء؟ أنت تقومين بهذا الفعل ابتغاء ماذا؟ شهرة، محمدة، ثناء، سمعة، ولا وجه ربه الأعلى؟ هذه القضية الأساسية والمحورية إذا تأكدت وترسخت في نفس الإنسان من خلال عملية التزكية المستمرة ومجاهدة النفس ستثمر. ماذا ستثمر؟ قال ولسوف يرضى. هل عملية حالة الرضا محصورة في الآخرة؟ لا، في الدنيا كذلك. تدبر معي، دنيا وأخرى،
رضا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الرضا، الرضا الحقيقي بكل ما فيه. صحيح بعض المفسرين قال ولسوف، لأن سوف للمستقبل الذي فيه أمد زمني أبعد من القريب الذي يكون بالتعبير عنه بالسين، فالرضا عن في الآخرة. ولكن الرضا حين تأتي وتدرس وتنظر في آيات قرآنية أخرى ستجد أن الرضا ثواب المؤمن في الدنيا وفي الآخرة. المؤمن صاحب النفس الرضية، رضي الله عنهم ورضوا عن. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الرضا، الرضا بأحكام الله وقضائه وأقداره، الرضا بكل أشكاله وصوره، الرضا بالبسيط، الرضا بالقليل. حالة الرضا التي تبحث الإنسانية اليوم عنها، الرضا الذي لا يرتبط بكثرة ولا بزيادة في أشياء مادية أو مقاييس مادية، الرضا الذي لا يحسب بمقاييس مادية. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. الرضا المطلق، حتى لا نفهم ونتصور أن الرضا فقط في أشياء معينة. هذا وعد من الله جل شأنه لهذا الإنسان الذي جاهد نفسه بالتزكية فزكاها، أعطى واتقى وصدق بالحسنى واستمر في عملية التزكية. الوعد رضا، مطلق الرضا في الدنيا والآخرة، الرضا الحقيقي وليس الرضا المزيف، الرضا الذي لا يشترى بأموال ولا بسمعة ولا بشهرة ولا بثناء، الرضا الذي مصدره في القرآن واحد، الله سبحانه جل شأنه. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. هذه معاني نحن بحاجة إلى استحضارها. تدبر معي في الترابط بين خاتمة السورة ولسوف يرضى وإلا ابتغاء وجه ربه الأعلى قبلها، وبين قوله في مفتتح السورة جل شأنه إن سعيكم لشتى. جواب القسم، سعيكم لشتى، ما الذي سيجعلني راضيا عن سعي؟ أن يكون ذلك السعي مؤطر، محاط بمراقبة الله جل شأنه وإخلاص النية له ابتغاء وجه ربه الأعلى. تدبر معي في هذه المعاني، هذه معاني عظيمة، معاني كلها تتعلق بأي شيء، بالتزكية، بالأخلاق، بالقيم، بالممارسة العملية، بتأطير سعي الإنسان وجعل ذلك السعي سعي هادف أخلاقي قيمي مؤسس على قواعد وليس فوضويا ولا عبثيا ولا عشوائيا ولا ردود فعل لأحد، لا، يمشي وفق خارطة محددة، سعي غير متخبط. وواحدة من أكبر ما يعانيه الإنسان في حياته العشوائية والفوضوية، وأنه لا يعرف لماذا يفعل هذا ولا لماذا يعمل هذا ولا لماذا يسوي هكذا ولا لماذا يتخذ هذا القرار. عشرات الوجوه التي يبتغيها، فارق شاسع بين أن تبتغي بعملك وجه فلان وفلان 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 وأن يكون لك وجه عند فلان وفلان من الناس، وبين أن تعمل العمل لا تبتغي به إلا وجه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.